خاصة وشهر رمضان هو شهر القرآن، إذا كتب الله تعالى فرصة للبقاء واللقاء. دعوة جمعية النبراس الثقافية 15 شارع إدريس الأكبر وجدة: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص أو ينقص من أجر الصائم شيئا. بمناسبة شهر رمضان المعظم وفي إطار أنشطتها الاجتماعية، تتشرف جمعية النبراس الثقافية بوجدة بدعوة أهل البر والإحسان والكرم إلى المشاركة في إنجاح مشروع قفة رمضان، الذي يستهدف عددا من الأسر المحتاجة للتضامن والتكافل معهم خلال هذا الشهر الكريم. ملاحظة: من أجل إسهاماتكم المالية أو العينية، الطحين، الزيت، التمر، القطران، السكر إلى آخره، أو أي معلومات إضافية، المرجو الاتصال بجمعية النبراس الثقافية على العنوان التالي: 15 شارع إدريس الأكبر أمام مسجد حمزة وجدة، أو عبر الهاتف 036 70 22 11. بالنسبة لواحد الناس قال لك: يا سيدي، هذا يقول لك تزوجت هذه واحد الشهر من واحد الفتاة متدينة، وافقت ووافق الأهل ديالها، ولكن بعد الزواج امتنعت عن الفراش. يقول لي: علاش تزوجتي يا رابحة؟ علاش ديتك على الله وعلاش ديتيني؟ هاي لكي أحصنك وتحصنينني. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إلى ما عفيتني شتي، شكون يعفني؟ كان بيصلع يقول لك: إذا خرج الرجل فنظر إلى امرأة فاستحسنها وأعجبت وتحركت نفسه، يعود إلى زوجته فيصيب منها ما يصيب الرجل زوجته، فيذهب الله ما به، فإن الذي معها هو الذي معها. ومن المرأة ديالك تمتنع من الفراش؟ إذا يا الدين، ما سمعتيش أنت واسمه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا امرأته إلى فراشها. بقوا تسمعوا العلمانية تعصبها، يعني كده يغتصبها، كده يغتصبها، كل شيء يقلب الرجل يغتصب مرته. أما لو يغتصبهم برا وهم يظنوا هنا في الزناقي ويفوتوا عليهم مع الساعة ونص في الشارع، والهيه والهيه والوزوطين وبرا، هذا ما عليش الهدرة، هدرين على المرأة اللي مزوجها. ها؟ قال رسول الله: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فلتستجب، في المعنى، ولو كانت على ظهر قتب، كنت على الظهر ديال الباقية، ولو كانت على التنور، لو كانت تكون تخبز بكري، كان عندهم ذاك الفران يخبزوا من الدين الخبزة في الفران، تقول لك: محرقت محرقت، تقول: لا الله ما تمحرق ولا محرق أنا. صح؟ واش عرف إلا الشهوة، حرها شديد، ويمكن والعياذ بالله أن تلعب على عقل الإنسان، وخاصة الشباب في ريعان شبابهم. لك حيك يقولوا للشباب: غضوا أبصاركم وتزوجوا. ها هو يغض بصاره ويصبر، راه يصبر على هذا العري، ومنين يدي المرأة تقول له: لا 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 لا، خصنا نصليو، نصلى عندها وقتها. بوتي ابن عمر رضي الله عنه كان قبل أن يأتي إلى هذا التراويح كان يصيب من زوجتي، عاد يمشي ليقبل على الله بقلبه. دين تعنا فهمناه بالمقلوب عنا، ما عرفتش باللي هذيك من أعظم العبادات. قال رسول الله: وفي بضع أحدكم أجر. قال: ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: كذلك إذا كان يضعها في حرام فله عليه وزر، فإذا وضع في حلال يكون عنده الأجر. بس هذا أجر. أبني تيرا كيف فهم غلط، إذا راك تصلي هنا راه كيف فهم غلط، ولما راك تصلي هنا يا رامي يصلي الخرط اللي غادي يقولوا لك. قال لك: ماذا افعل؟ اصبر، واش غادي يقول ثاني روح طلقها وجيب خراب؟ اصبر يا وليدي ودير ادعي الله في الصلوات، وهذا رمضان ان للصائم دعوة، لا ترد كثر انت في الليل وفي الثلث الاخير. يا ربي هالمره فهمها الدين، يا ربي فهمها الدين. هذا الشيء اللي كان عندي الزوجه تاعي توري الزينه نتاعها مع ولد خوها، ولد خوها زعما هي عمته، ما عليهاش. شتو كلشي راه حنا عندنا كلشي مخلط، ويا ربي وشحال يخص الفقهاء يديروا المجهود، ويخص المساجد كتقوم بالدور ديالها. انا تحسب لي ملي كاين الاذاعات بزاف تاع الدين، وحسب لي ملي كاين الشريطه بزاف، انا قلت باللي هذا الجهل
في بدهية الإسلام رمشا ولا زمانه، وصار من الدهر الذي أكل عليه الدهر وشارب. لكن وين قسمة بهذه الأسئلة؟ واش للمرأة تحتاجب على ولد خوها يعني عمته؟ وين يا ريت لو كان احنا ما يحتاجبوش مع ولد خوها، احنا لو كان غير خليها وكخلي. يا رب تعفو علينا يا رب، يا رب علمنا ما ينفعنا، يا رب كما جمعتنا هنا في هذا المسجد بتاع الأمة احشرنا في زمرة هذه الأمة، يا رب كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص، يا رب لقيت اللي تخرج هذا الروح ويرفدونا على أربعة ويصقونا عندك وراه قريب فنوار التراب وتغلق دوننا الأبواب ولا يبقى إلا بابك يا تواب. ذاك النهار يا ربي ما تخلش علينا من يتخلى علينا الخلق، يا ربي في ذاك النهار نور قبورنا، يا ربي يا ربي في ذاك النهار وسع علينا في قبورنا. وصلى الله على الحبيب.